بالتزامن مع استضافتها قمة العشرين وسعيها لمنع الضربة العسكرية على سوريا، كانت روسيا تستكمل استعداداتها لاحتمال حدوث هذه الضربة، خصوصا بعد تصويت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قرار يجيز تدخلا عسكريا محدودا في سوريا بغالبية 10 أصوات مقابل 7 أصوات معترضة مساء الأربعاء. على ضوء هذه التطورات، عبرت من مضيق البوسفور 3 سفن حربية روسية متجهة إلى منطقة مقابلة للسواحل السورية، وعلى رأس هذه المجموعة سفينة الحرب الإلكترونية SSB-201. كما أعلنت روسيا أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيزور موسكو يوم الاثنين للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف. ومقابل جرعة الدعم العسكرية هذه، تلقت دمشق جرعة دعم سياسية من إيران، إذ اعتبر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي أن الولايات المتحدة وحلفائها يستعملون موضوع الأسلحة الكيميائية كذريعة لمهاجمة سوريا، محذرا أمريكا من الخسارة التي ستتكبدها من جراء التدخل. كما أعلن قاسم سليماني قائد قوة القدس، وهي وحدة النخبة في القوات المسلحة الإيرانية، أن إيران ستدعم سوريا حتى النهاية في مواجهة أي ائتلاف تقوده الولايات المتحدة ضد دمشق. ومن جهته نفى وزير الدفاع حسين دهقان إمكانية أي مشاركة مباشرة للقوات المسلحة الإيرانية إلى جانب سوريا، معتبرا أن السوريين ليسوا بحاجة إلى مدهم بالأسلحة لأنهم يملكون نظام دفاع جوي. أوروبيا، يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الجمعة والسبت في ليتوانيا في محاولة للتوصل إلى موقف مشترك حول التدخل المسلح في سوريا. كما سيسبق هذا الاجتماع لقاء لوزراء الدفاع الأوروبيين مساء الخميس بحضور الأمين العام للحلف الأطلسي أندريس فوغ راسموسن. لبنانياً، وفي أول موقف لحزب الله من الضربة العسكرية على سوريا، اعتبر مسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي بعد لقائه الممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان داريك بلامبلي أن الضربة ستكون بمثابة عدوان سافر ليس له أي مبرر سوى مساندة مشروع إسرائيل والهيمنة على المنطقة وخيراتها. أما سورياً، فبرز اتهام المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية بوثينة شعبان المعارضة باستعمال السلاح الكيميائي. The children and men from the villages of Latakia, and they brought them here, put them in one place, and used chemical weapons against them. That's the story that the villagers in these villages know. وبهدف العمل على تسهيل وصول فرق الإغاثة إلى المدنيين العالقين في مناطق المعارك، وصلت إلى سوريا صباح الخميس منسقة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري آموس، التي التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية كيندا الشماط ورئيس الهلال الأحمر السوري.